السلام عليكم يا احلى عائله واحلى متتبعين، كنتمنى انكم تكونوا بالف خير وتكونوا باحوال جيده نتوما والعائله ديالكم كامله. اليوم ان شاء الله فيديو جديد كيف ما كتشوفوني في الكوزينه، الحداكات زعما شويه الحداكات. مهم بغيت غير نقول لكم ولا اونفيت نوريكم روتين المراه العامله بعجاله في هذا الفيديو. دونك ملي كتجي من الخدمه والله لا الله دخلت دابا بدلت حوايجي، لبست بيجامتي، غسلت وجهي وجيت دخلت الكوزينه. ضروري شتي واخا تكون عندك المراه في الدار واخا شنو ضروري غتجي، سوا غتجي واخا تسخني ضروري غتجي، منها تسخني اوتوماتيكمون غادي تغسلي غادي تحطي غادي ديري. دابا انا ما جايش باش نسخن، جاي نصيب واحد الشهيوه خفيفه ظريفه دغيا المعكازات ولا اللي يلاه كيتعلموا حتى هما الطياب وهذا، حيت انا ماشي شي كذا كطير في الطياب والكنحماق ونموت على الكوزينه. انا تزوجت هنا لهنا عاد باش وليت زعما تصاحبت مع الكوزينه، وليت انا شويه كنطيب وكنعرف هادي ونقلب على هادي، وبالاخص في الكونفينمون عاد وليت حادقه وليت كندير كلشي. مي صافي اون فرج على الخدمه راكم عارفين صعيب. الوغ باش ما نطولش، الشهيوه ديالنا اليوم شنو غادي تكون؟ غادي تكون طاكلياتيل بالدجاج. دونك غادي نوريكم طاكلياتيل بلادان ولا بمورسويات ديال الستر ديال الدجاج. دونك نتوما حرين كل واحد يدير شنو الحاجه اللي كتعجبو. كنقدروا نديروها بلي فروي د مير، بالكروفيت، كالامار، بالحوت اللي عندنا. سينو اسهل حاجه هي بالدجاج غابيد دغيا، بحال هكا المراه العامله تجي عندك وليداتك دغيا تركيها لهم صافي وتعطيهم ياكلوا وتهني. الوغ بقاو معايا ان شاء الله باش تشوفوا الوصفه ديالنا ساهله مهله. انا نقلب لكم باش تشوفوا المكونات. المكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه ساهلين ماهلين. ها نتوما كيف ما شفتوا ما عنديش الوقت باش عاد نزوق لكم ونقاد لكم في داكشي جبدتو كيف ما هو. هنايا دايره الطاكلياتيل كنديرو معنا في هاد السوبيرات هادو، ها هي اي ماركه بغيتو، ما عقلتش انا اصلا اين ماركه هادي. صافي ها هو الدجاج ديالنا ولا لادان ديالنا، الصدر ديالو هو مقطع طريفات مغسول قد ما فيه حتى حاجه لا ملحه لا والو. وشرملت غير بصيله صغيره، هذه بصيله خضاريه. وغادي نحتاجو كذلك فرماج احمر. انا جيت كنت عواله على الفرماج احمر باقي عندي في الثلاجه ما لقيتو سالا، دونك غنديباني بهاد بلوك لافاش كيري تا هو كينفع. وغادي نحتاجو بيرلي ديال بلا سكر، دونك طبيعي ناتور ها نتوما كتشوفوا باش نديرو به، ولا لا كريم فريش. كاينه لا كريم فريش مي اللي لهذا كنفضل ندير شي حاجه اللي طبيعيه ما ضرنيش ما تتقلش عليا، وحتى على حتى على وليداتكم نتوما ما تتقلش عليهم. المهم الا نسيت شي حاجه في المكونات راه غادي تشوفوا معايا او فيغ ميزور وانا تنصايب، وغادي نوريكم شنو درت. صافي ها نتوما معايا، بقاو معنا ان شاء الله باش تشوفوا الوصفه ديالنا. دونك نحتاجو مقيله، فين غادي نطيبو الدجاج ديالنا هو الاول. بالنسبه للمقيله انا درت شويه ديال الزبيده، وغادي ندير شويه ديال الزيت المائده. بالنسبه للناس يقول لك كثرتي راه هذا كيكب عندي غير بشويه، راكم عارفين هذا الراس هذا كيفاش كيكب غير بالقطيرات، دونك ما تخافوش. والطاكلياتيل ديالي حطيتها ها هي كتسلق هنايا دغيا غادي توجدي ان شاء الله. صافي بيد ما تذوب لينا الزبده ديالنا تخلط مع الزيت ديالنا، غادي نحطو الدجاج ديالنا ها هو كامل. دونك انا درت غير القياس ديالنا د العشا، راكم عارفين غير انا وراجلي، وراجلي شوف الاكله لان راه باقي زعما شاط من الغدا حيت هو تغدا هنا في الدار. دونك المرا راه كانت موجده وجدات له شي حاجه ديبانا بها. ايوا ها نتوما معنا تنوجدو هاد الدجاج ديالنا. غادي نحتاجو بالنسبه للمكونات ابسط حاجه شويه الابزار، غادي نحتاجو المهم تموتو عليا بالضحك تلفت كصغيره بصراحه. بيني وبينكم كنديرهم بجوج في نفس الوقيته، كندير البصله انا مع الدجاج كل واحد وحر. كاين الناس اللي كيخليو البصله شحر هي الاولى حتى غير بصله خضاريه دغيا غطيب. دونك لو طون لي غنخليها هي تشحر وعاد غادي نزيد عليها الدجاج صافي كتحرق، ما تيعجبنيش داك المذاق اللي كتولي تعطي. كنفضل انني نديرهم هكا بجوج فخطره. درنا لي بزار، شنو باقي لنا؟ غادي نديرو شويه مليحه الله اكبر كيودن. شنو هذا العشاء كيودن صافي. وكندير انا واحد الحاجه اخرى، كنزيد شويه ديال سكينجبير ضروري. انا الا كان عندي الدجاج ضروري خصني سكينجبير، ما عرفت هكا سينو تجيني شي حاجه ناقصه في المذاق. كاين مكون اخر كل واحد حر الا بغى يزيدو اللي هو القزبر ومعدنوس،
الا بغاش يزيدو ما يزيدوش. انا كنظن انني غادي نزيدو في هذا في هاد المقيله ديالنا، كيعجبني داك النسمه اللي كيعطي. فهو انا غادي نزيد شويه ديال قزبر ومعنوس حتى هو بامكانكم تزيدوا حتى شويه ديال الثومه ولا الثومه كودر صافي. هانتوما باش ما نطولش في الفيديو بقاو معايا، غادي نقطع حتى تشحر لينا هاد الدجاج ديالنا صافي. وغادي نوريكم كيفاش اللون ديالو، كيفاش كنبغي اللون ديالو يولي. والبصيله راه غادي تذوب، ما غاديش تبقى بحال هكذا، ما تبقاش زعما خضره هكا وكتحسوا بها كتغزز، راه غادي تذوب ما تبقاش كاع تبننها، ولكن واحد التبنينه خفيفه. هانتوما بقاو معانا. الوغ الدجاج ديالنا هو باقي مازال ما طابش، هو البصيله هانتوما كتشوفوا مازال كيطلق الماء ديالو صافي. انا زدت شويه ديال الثومه بودغ عندي كيف ما قلت لكم، نتوما حرين سواء ديري شويه الثومه شويه الكوزه الا بغيتي، لان كتجي مع هذه الماكله هذه، حيت كتجي مع لاصوص بلونش كتجي مع هذيك النسيمه ديال الكوزه. ايوا هانتوما بقاو معايا حتى يطيب الدجاج ديالنا، وغنوريكم كيفاش غادي نصايب لاصوص اللي غنديرو في الطاق ديال طيب الدجاج ديالنا ان شاء الله. بقاو معايا ما تشوفين. هانتوما باش تشوفوا، ها هو دابا بدا كيطيب الدجاج ديالنا. هانتوما شفتوا اللون ديالو كيبدا يتحمر بحال هكذا صافي. دابا كنعرفوا راه دخلوا الطياب، عاد غادي نزيدوا له نصايبوا لاصوص ديالنا بالطريقه اللي كنديرها انا. لاصوص بلونش انا كنديرها بهذه الطريقه هذه كيف ما قلت لكم، كاين اللي كيدير بالقشده الطريه. بزاف ديال الناس وشحال مره انا نيت كنكون عندي مثلا دانون مسوس الثلاجه وما عنديش قشده طريه ولا عليها كنلقاها سالات، فكيخصك ديباني بالموجود. دابا غادي نوريكم هاد الطريقه هذه زوينه وسهله وغديباني. الدجاج ديالنا ها هو وجد. شنو غادي نزيد عليه؟ اول حاجه هاد المكون نسيت ما وريتولكمش حيت حتى الاخر بصراحه زيت ما حطيتوش، قلت لكم جيت مزروبه وغير ستيف داكشي بزاف. وين كنديروا الحليب على حساب القياس ديالنا حنا شحال عندنا ديال الدجاج، داكشي علاش ما قلت لكمش بالضبط واش شحال، واش غير جوج معالق كبار، واش كاس صغير، واش هذا. المهم عينكم ميزانكم على حساب القياس ديالكم، بحال حنا القياس ديال غير جوج طبيصلات صغار غير انا وراجلي، وشفتوا حتى الكميه ديال الدجاج تقريبا ربعه ديال لادان اللي درت. فغنخلي غنديروا هذا دارو المسوس، غنخليه هو الاخر حيت مع البوطه راكم عارفين نخليه هو الاخر، عاد غادي نديرو الحليب هو الاول. غنخليوه يطبخ، غنزيد واحد الكميه، هاتي راه كيجي بحال لا كريم فريش حيت غنزيدو حتى الفرماج، دونك اوتوماتيكمون كيجي واحد البنه زوينه صافي. بالنسبه للناس اللي تشوفي بلي الملحه ناقصه ولا شي حاجه غير زيد الملحه ماشي مشكل. ها نتوما بقاو معايا. دابا نغطيها باش نخليه حتى يبدا يبقبق لنا داك الحليب ديالنا، وعاد غادي نزيدو دانو المسوس، وعاد غادي نزيدو شويه ديال الفرماج احمر، وغادي نحتاجو عاوتاني للتزيين. دونك بقاو معانا تتشوفوا الطبق النهائي كيفاش غادي يكون. هانتوما شوفوا شتي عريت عليه بقبق شرب مزيان، هانتوما مبقاش كاع داك القياس ديال الحليب اللي تقبل. غادي نزيدو دانو المسوس، شي واحد صورة وانا ندير عاد نلقاه راه ماشي مسوس، ندوق ونتاكد. المهم انا بالنسبه لي هذا القياس كافيني، بيرلي ما درتوش كامل، خليت منه واحد جوج معالق تقريبا، غنشوف الا هو هذاك صافي سنو غادي نزيد داك الشويه اللي بقى حتى الملوحه. الا كان ملحتو حاولوا زيدوا حطوه كامل مثلا بيرلي كامل، كنظن غادي غير نزيد بقى غير شويه اصلا. هانتوما دونك غادي نزيد هذا القياس باش يلاه يجي هو هذاك صافي. غنخليو هادشي كله يشرب في الدار مزيان ويتخلط مع بعضياته، وغادي نزيدو المكون الاخير، وغادي نزيدو المكون الاخير اللي هو الفرماج احمر ولا بلوك ديال لاباشكيري اللي عندي انا هو اللي ديبانيت به. دونك كيف ما قلت لكم هاد الوصفه هادي اليوم فريمون ديال ديباناج ديال الزربه ديال دغيا، طيبي وجدي كولي وسيري تناسي. يلا بقاو معايا. مهم تموسوا عليا بالضحك علاش قطعت دابا كنصور وطاحت ليا الكاميرا وشديت بيد وكنحرك بيد. دابا غادي نزيد فرماج ماشي كامل غير القياس، وغنخليو شي لاخر باش نحتاجو للتزيين من الفوق وصافي. دونك نخليو هادشي يشرب كامل الطياب مزيان، وعاد غادي نزيدو عليه الطاكلياتيل ديالنا. بالنسبه للطاكلياتيل فها هي وجدات صفيناها، ها هي راه ناشفه، وغادي نزيدوها من الفوق
زيدوا غير قياسكم، ما تزيدوش كامل ويبقى لكم تضيع، زيدوا غير القياس اللي تعرفوا غتاكلوا، خليو اخرى ناشفه تقدروا تحسجوها تزيدوا فيها حاجه اخرى ولا باش ما تضيعش وصافي تلاح. زيد شويه بالوطا ونقصت عليها صافي. دابا غادي نزيد الطاكلياتيل ديالنا، ها نتوما معايا وانا كنخلط كلشي. غادي تخلطوا كلشي حتى تشرب، حتى الطاكلياتيل حتى هي تشرب داك البنه ديال لاصوص ديالنا ديال الدجاج القوام اللي درنا. نحاولوا ما طيبوهاش بزاف بزاف بزاف، فاش تكونوا كتحركوا ما تعجنش ليكم، هي اصلا لافونتاج ديالها بارابور السباغيتي وداكشي ما كتعجنش دغيا كطيب وكتجي هكا زوينه ومعلكه. ها نتوما نقرب ليكم شفتوا كيفاش كتجي صافي. دابا بقاو معايا باش نوريكم الطبق النهائي ونوريكم التقديم ونوريكم باش غادي نرافقوا، كاين واحد حوايج اخرين اللي كاينين غادي نرافقوا بهم. يلا بقاو معايا نوريكم النهايه. شفتي ها العشيوه ديالنا وجدات، ها هي الطاكلياتيل ديالنا بالدجاج والفرماج ولاصوص بلونش على الطريقه ديالي، ها هي وجدات. فما تديوش على المنظر، انا ما عنديش مع هادشي ديال الزواق، ما عنديش معاه الصراحه الله، هذاك الوالده ديالي اللي عندها معاه. وها هو باش رافقته، شويه ديال الدنجال مقلي، شويه ديال القريعه مقليه، وسلطه بالبطاطا وخيزو. تلاحظوا حنا كيعجبنا بزاف هاد البطاطا وخيزو، اصلا هادو هما الخضر اللي كناكل. ورافقناها عاوتاني سلطه بالرز والطون والجلبانه، ما كايناش الجلبانه الواحد يدير المايس صافي. فهذه هي العشيوه ديالنا، ها هي جوج الناس كل واحد والبلا ديالو، وعصير الماء وشويه ديال الديسير داكشي اللي موجود. قبلوا علينا، كنتمنى انه هاد الوصفه اليوم تنال اعجابكم، راه هي سهله ماهله، راه ما كتاخذش الوقت فريمون، ما داتليش كاع الوقت. ايوا هذا ما كان، نقول لكم امسيه سعيده وبالصحه والراحه بالنسبه للناس اللي عاد غادي ياكلوا. تهلاو لي فراسكم، وان شاء الله الى الفيديو المقبل ان شاء الله.